ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. اللي ما اشتركش في القناة انزل بسرعة اشترك فيها، وانضم لعائلتنا عائلة ماما نونا، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتك القصة ادعمنا بلايك عشان نقدر نكمل معاكم. قصتنا النهاردة بعنوان سجان الصعيد، يلا بينا بسرعة نتابع احداثها مع بعض. كان يصرخ امامها بشدة فهذه المرة الثانية التي تحاول الانتحار فيها خلال شهرين. فتحدثت نورسين بخوف: أسف أسف. تنهد عامر بضيء ثم اقترب منها وتحدث: والله العظيم شكلك حلو قوي، إذا كان شعرك طويل ولا قصير ولا ما فيش شعر خالص. نورسين ببكاء: لا، شكلي بقى وحش قوي وجسمي بقى أوحش. أنا كان شكلي حلو وانت كنت بتكرهني، ازاي دلوقتي هتحبني؟ انت بتعمل كده علشان انا صعبان عليك. عامر بحزن: والله العظيم انا بحبك، ولو ما كنتش بحبك ما كنتش اتجوزتك اصلا، بس انا طبعي كده، مش معنى اني كنت بزعجلك ابقى بكرهك. جاءت نورسين لتتحدث فقاطعها صوت رنين هاتف عامر فاجاب ثم تحدث واغلق الهاتف وكان سيذهب، ولكن مسكت نورسين يده وتحدثت بخوف شديد: لا، انت رايح فين؟ عامر بعصبية: ابعدي عني يا نورسين، انا لازم امسكه. نورسين ببكاء: لا، بالله عليك يا عامر، هو هيقتلك، هو قال لك ده، مش هيسيبك. سيبيني يا نورسين، انا لازم امشي. القى عامر كلماته ثم خرج من الغرفة واغلق عليها الباب بالمفتاح وذهب الى المديرية. وقف امام ضباطه وتحدث بحدة: فهمت اللي قلته؟ مش عايز ولا غلطة. أوامرك يا فندم. دخل رأفت إلى الاجتماع فأدوا الجميع إليه التحية العسكرية. فاقترب من عامر وتحدث بدي: عامر بلاش انت تروح الحملة دي. عامر بصدمة: لا يا فندم، بالله عليك أنا لازم أروح. يا عامر أنا عارفك عصبي، وأنا مش عايز الغول يجيلي ميت، عايزه عايش. عامر بعصبية: يا فندم صدقني هجيبه عايش، بالله عليك انا مش هقدر اقعد كده، لازم اروح معاهم. احد الضباط ويدعى محمد: خلاص يا فندم خليه يجي وكلنا معاه. سليم: ارجوك يا فندم خليه يجي، وصدقني مدام سيادة المقدم قال انه هيجيبه عايش يبقى هيجيبه عايش. رأفت بعد تفكير: خلاص، بس يا عامر انت وعدتني. وعد يا فندم. جهز كل منهم نفسه وانطلقوا. أما في مكان آخر عند الغول جلس أمام ابنه يتحدث بدي: ما ينفعش تفضل كده، أنت لازم تسافر. زين بغضب: مش هسافر يا بوي، مش هسافر، هفضل هنا، أنا مقدرش أبعد عن هنا وعن أفنان. الغول بعصبية: أفنان اتجوزت حتى لو لسه بتحبك وخلاص. اقول لك اتفق معاها وخدها معاك، مش هي لسه بتحبك وانت بتكلمها. زين بحزن: اخدها ازاي؟ ممكن ما توافقش. جاء الغول ليتحدث، ولكن فجأة وجد اصوات طلقات نارية فسحب زين خلفه وتحدث للحارس بعصبية: زين مش لازم يحصل له حاجة، فاهم؟ وفين بقية الحراس؟ اتصل بيهم يسيبوا البيت التاني ويجي دلوقتي بسرعة. وفجأة دخل عامر وسليم ومحمد وخلفهم بعض الضباط والعساكر، فوجه عامر سلاحه تجاهه ووقف ينظر إليه بغضب شديد ثم تحدث: النهاردة هخلص عليك. الغول بحدة: مهما عملت مش هيجي 1% من اللي عملته في مرتك يا ابن الصاوي. سليم بقلق: عامر بلاش تقتله، بالله عليك هو لازم يتعاقب قانوني. عامر بغضب شديد: انا هنيه القانون دلوقتي هخلص عليه، بس قبل ده ما يحصل هخليه يندم على الساعة اللي شافني فيها. اشار الغول بعينه لاحد الحراس وجاء ليركض، فاطلق عامر وسليم عدة رصاصات، ولكن وقف زين امام والده قبل ان تأتي الرصاصة فيه، ووقع زين غارقا في دمائه. جاء الغول ليقترب من ابنه ولكن سحبه
أحد رجاله حتى لا يتم القبض عليه. انصدم عامر وسليم عندما وجدوا زين على الأرض، فاقترب منه وطلبوا الإسعاف بسرعة وذهبوا إلى المستشفى. وبعد دقائق خرج الطبيب وتحدث: البقاء لله، هو جاي ميت وما قدرناش نعمل فيه حاجة. جلس عامر على الكرسي بصدمة وسليم جانبه، فهم حقا أخطأوا خطأ كبيرا. زين ليس له أي ذنب في إجرام والده، وفجأة جاء رأفت ونظر إليهم بغضب ثم تحدث: انتوا أغبياء، ازاي تعملوا كده؟ قلت لكم مش لازم تموتوا الغول، تروحوا قاتلين ابنه، ازاي تعملوا كده؟ الغول هيخلص عليكم كلكم. سليم بدي: والله يا فندم ما كانش قصدنا، هو كان هيهرب فزين وقف قدامه. رأفت بعصبية: تروحوا بسرعة على المدرية وتبعتوا حرس عسكريين لبيتك يا عامر، وسليم تروح تجيب أفنان وتقعد في بيت عامر علشان الضباط يعرفوا يحموهم. يلا أوامري تتنفذ دلوقتي. نهض عامر وسليم وذهب كل منهم إلى منزله. أما عند أفنان في المنزل كانت تشعر بضيق شديد، حتى دخل سليم وتحدث: غيري خلقاتك علشان هنمشي من هنا دلوقتي، وهبعت حد ياجي ياخد كل حاجة هنحتاجها. أفنان بدهشة: هنروح فين؟ على بيت عامر، لازم نقعد هناك علشان حياتنا في خطر. ليه؟ ايه اللي حصل؟ سليم بدي: زين مات بسببنا. أفنان بصدمة: زين مين؟ انت بتقول ايه؟ ما كانش قصدنا، هو اتكتل في الحملة. قصدكم ايه؟ وزفت ايه؟ انت بتقول ايه؟ قتلت زين؟ زين حبيبي مات؟ احترمي نفسك، انت بتتكلمي مع جوزك قبر يلمك، حبيب ايه وزفت ايه على دماغك؟ زين ده ابن اكبر مجرم هنا في الصعيد. لا حبيبي وهيفضل حبيبي، انا مش موافقة عليك ولا بحبك، انا بحب زين وبس، ما بحبش حد غيره ولا احب حد غيره. وفجأة اسكتتها صفعة قوية على وجهها، ثم سحبها من يديها ونزل بها إلى السيارة ثم ذهبوا. أما عند عامر ذهب إلى بيته فسمع صوت طرقات وصراخ من الأعلى، فصعد ووجد نادية والخدم أمام غرفة نورسين، ففتح الباب وعندما وجدته احتضنته وتحدثت بلهفة: أنت زين؟ إيه اللي حصل؟ حصل لك حاجة؟ عامر بدي: ما تخافيش أنا كويس قدامك. ها ايه اللي حصل يا ابني؟ سيف بلهفة: انت زين يا عامر؟ صح قتلته زين؟ ابتعدت نورسين عن عامر عند سماعها لهذه الكلمة، ثم تحدثت بصدمة: قتلت ابن الغول يا عامر؟ عامر بعصبية: ايوه قتلته، هو اللي وقف قصاد ابوه، كان عايز يقتلك وانت السبب في موت بنته، امال هيعمل ايه وانت مموت ابنه كمان؟ عامر بغضب: يعمل اللي يعمله، ما يهمنيش غيركم، أنا مش مهم. وفجأة وقع عامر على الأرض من أثر ضربة تلقاها على رأسه من الخلف، فانصدم الجميع. والحد هنا تكون انتهت حلقتنا، أتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لأنه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. أستودعكم الله، مع السلامة.